يسأل سائل أو يقول قائل ليش المقاطعة هالمرة نجحت؟ يعني مقاطعة مزون، منتجات مزون أو مقاطعة البيض ما نجحت. هنا الموضوع مختلف، هناك موضوع فلوس، هنا موضوع كرامة. خلاص خط أحمر، كرامة ما فيه. الآن ماكدونالدز عمان أو بقية الماكدونالدزات العربية أو المسلمة أو الخليجية عندكم حل من الحلين. على فكرة هالمقاطعة ما راح تنقطع، ما راح تتوقف، عندكم حل من الحلين. الآن ماكدونالدز عمان كم موظف عندكم؟ 250 موظف. تعرفوا روسيا كم موظف عندهم ماكدونالدز؟ كانوا 62 ألف موظف، عندهم 850 فرع حول روسيا كلها ماكدونالدز. لما قالت ماكدونالدز الهيد أوفيس في أمريكا أن بنغلق، قالوا أغلقوا أغلقوا، واشتراها مستثمر روسي وطور. حتى للعلم يقول الآن الوجبات عنده أفضل، عمل نفس السيستم. أهم شيء السيستم يا ماكدونالدز، انتبهوا، أنتوا أحلى ما فيكم السيستم، أما برجر مالكم عادي. ترى عمل نفس السيستم، غير مسميات البرجر وغير مسمى ماكدونالدز، بقى على نفس المنيو، غير المسميات فقط. ويقال أن الآن وصل إلى 1000 فرع، كانوا 850 فرع الآن 1000 فرع، بل بالعكس زادوا. فلذلك عندكم حل من الحلين ماكدونالدز عمان. أنتم ما شاء الله يعني شركة آل داود ولا شركة داود، يعني خلاص أكثر عن 20 سنة، ما أدري 30 سنة الآن ماكدونالدز في عمان. يعني في روسيا 30 سنة، روسيا 30 سنة ماكدونالدز عندهم، وتخلوا عنا عادي موضوع، بل بالعكس زادوا إلى 1000 فرع الآن من 850. 62 ألف موظف ما قالوا لا. نقول للأخوان في ماكدونالدز عمان، الموضوع شكله مطول وما راح ينتهي، وما كل مرة تسلم القرة، تصير مقاطعات بسيطة، بس هالمرة شكلهم العمانيين مستمرين وبقوة في كل المنتجات. فلذلك الأسلم ليكم الآن مثل ما يقولوا، أمموا ماكدونالدز عمان أو تشتريوا الأفرع اللي موجودة في عمان كشعار، تغيروا خلاص خلاص، تقول لهم شكرا جزيلا، بنسمي مسمى جديد، خميس برجر خميس، أمورة طيبة، والله كل العماني بيقفوا معاكم. أفرعكم في عمان بالطوابير، إذا كنتوا تكسبوا في اليوم كنتوا مثلا 200 ألف أو 300 ألف، يعني عادي بتطلعوا 800 ألف في اليوم الواحد، عشان الناس تحبكم، تعرفكم نفعا، وقفتوا مع القضية. فهذا هو الحل الوحيد، ولا أنك تغلق. وشكراً.